ولكن بما اننا بنتكلم عن البطولات وكالعاده واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي بنتكلم عن الامجاد، النهارده ايضا الذكرى التاسعه لرجل من الرجال اللي كان لهم دور كبير جدا في تاسيس هويه النادي الاهلي، رحمه الله على الفريق مرتجي. الفريق مرتجي اللي في وقت ما كان النادي الاهلي بيعاني من فتره طويله جدا جه واعاد الانضباط مره اخرى للفريق. الفريق مرتجي اللي زي ما حضراتكم شايفين على الصوره جه في توقيت يعني في نهايه او في نهايه فتره الستينيات، وقدر ان هو يعود بالنادي الاهلي لمنصات التتويج في بطوله كاس مصر، ولكن ما بعد 73 ايضا كان له بصمات واضحه على النادي الاهلي، وطبعا والد المهندس خالد مرتجي فتقول اهلاوي وابنه اهلاوي واجيال بتسلم بعض، وهو ده تاريخ النادي الاهلي، اجيال بتسلم بعض والكل فعلا في واحد. فرحمه الله على الفريق مرتجي واطال الله عمر طبعا المهندس خالد مرتجي واشقائه. يعني يمكن يا اسامه حجم التقييم العام لاي حد في تاريخ النادي الاهلي دايما بيرتبط بالفتره الزمنيه اللي تواجد فيها. انا بشوف الفريق مرتجي رحمه الله عليه حاله استثنائيه، بمعنى ان دايما يا جماعه النادي الاهلي في سيناريو تاريخه كان بيجي رئيس النادي الا فيما نادر يعني، والنادي الاهلي ليس في حاله تفوق. الفريق مرتجي كتب عليه ان هو يحمل مسؤوليه النادي الاهلي في سنوات صعبه جدا تاريخيا بالنسبه للنادي الاهلي على مستوى تفوقه اللي ما كانش موجود مقارنه بالمنافسين على غير العاده. فالفريق مرتجي تحمل المسؤوليه في وقت صعب جدا وفعلا انتج، وفعلا كمان غير بطوله الكاس اللي خدناها طبعا في الستينات، وكان في الفتره دي النادي الاهلي غايب عن البطولات من 62، كمان يحسب للفريق مرتجي الفتره الثانيه لولايته، وازاي الفريق مرتجي قدر ياخد النادي الاهلي لرؤيه يا جماعه شامله تخص النهوض بالنادي الاهلي على مستوى الكوره من اول مدير فني قوي. وانا بشوف ان الفريق مرتجي ليه ايادي بيضاء كبيره جدا تاريخيا، لان الراجل ده كان في الوقت ده وجوده مهم جدا انه يقدر يعمل النقله دي. ويمكن بفتكر له الموقف بتاع سنه 76 مباراه المحله والزمالك الشهيره، كان الاهلي حسم مجموعته وخلاص بينتظر بطل المجموعه الثانيه كان الزمالك والمحله، وحصلت احداث يعني حتى لا نطيل عليكم فيها، كان نتاجها ان المحله حرم من صداره المجموعه المستحقه، ويمكن اتحاد الكره في محاوله لاحتواء الموقف بعد قراره بان البطوله لا تستأنف، والنادي الاهلي اصر لا انا حقي وانا بطل مجموعتي، فتقال خلاص النادي الاهلي ياخد الدوري. فكان للفريق مرتجي موقف، انا بشوف ان ده موقف تاريخي بكل ما تحمل كلمه التاريخ من معنى، ان هو يجي ويقول لا النادي الاهلي لن يتوج بهذه الطريقه، وللمحله حق مشروع في ان هو يتصدر مجموعته وان هو يلعب مباراه على بطوله الدوري مع النادي الاهلي، وفعلا ياخذ المحله حقه. وده اسامه يمكن المرتبط بفكره ان الناس بتيجي تجتزئ التاريخ من سياقه ويحطونا في مواقف غير مشابهه للنادي الاهلي وحقيقه تاريخه جماهيريا مع انديه الانديه الشعبيه زي المحله والاسماعيلي. وبشوف ان لازم واجب علينا ان احنا نعيد ونكرر عن الناس ده، سواء موقف زي 76 مع المحله او موقف كابتن صالح سليم الشهير في مباراه الاسماعيلي نهائي الكاس. ويمكن لازم نذكر الناس بده يا جماعه، لان النادي الاهلي والله تاريخا فعل ما لم يفعله غيره مع الانديه الشعبيه بالمواقف وليس بالكلام. فرحم الله الفريق مرتجي، يعني ذكراه خالده دايما وعطره، وانا فعلا من الشخصيات اللي فعلا جه في توقيت صعب. ده بالتاكيد، وبس عشان بنتكلم في حق يعني البعض كان بيروج ان هو كان اتى من اجل انقاذ النادي الاهلي، وده كان على غير الحقيقه على الاطلاق. القصه كلها ان صلاح الدسوقي رئيس النادي الاهلي اللي لن يتكرر باذن الله في تاريخ النادي الاهلي سوى مره واحده، كان جاله ان هو هيشتغل سفير لمصر في دوله اوروبيه اعتقد فنلندا، ووقتها اصبح كرسي رئاسه النادي الاهلي خاويا لمده شهرين وكرسي الرئاسه خاوي، ووصل النادي الاهلي في ترتيب الدوري في المركز التاسع، والفريق مرتجي في انتظار ان هو يستلم مهمته اللي كان كلف بيها من شهر اكتوبر، ولكن تم تكليفه رسميا في 6 ديسمبر تحديدا، يعني شهرين كان وصل النادي الاهلي لمرحله متاخره في الدوري، وكان مش متوقع النجاح مع الفريق مرتجي، ولكن الفريق مرتجي فاجئ الجميع وقدر ان هو يحقق نجاحات ملحوظة وانضباطات كانت واضحة داخل فريق النادي الأهلي اللي كان بيمر بفترة صعبة جدا. لا يمكن النادي الأهلي إن شاء الله يمر بالمرحلة من 62 ل67 مرة أخرى على الإطلاق، وجاء الفريق مرتجي قاد الفريق لمنصات التتويج، وشفنا الكابتن صالح سليم وجيل التلامذة ومستر هيديكوتي وطبعا مجموعة العظام اللاعبين الكبار
على راسهم طبعا الكابتن حسن حمدي والكابتن صفوت عبد الحليم والكابتن محمود الخطيب، ثم اتى كابتن مصطفى عبده وطاهر ابو زيد، والنجوم الكبيره دي قدرت تحط النادي الاهلي في مكانه يستحق عليها لقب نادي القرن. فكل التحيه والتقدير لكل من ساهموا في رفع شان النادي الاهلي، ودائما وابدا لن ننساكم.